زوينين الناس اللي باغيين شقه دوفاس تيراس كبير وعندك الشوفه على البحر. اليوم جبت لكم ابارتمون للمتراج ديالو 71 متر كاري، الثمن ديالها 53 مليون قابله للنقاش على بركه الله. كيف ديما غنبداو من لونطري ديال لابارتمون. لونطري اللي جا على هذا الشكل، اول لونطري جا في الوسط ديال لابارتمون، شوفوا معايا هذا هو لونطري ديال الشقه. على لونطري كلقاو تبارك الله الصالون اللي جا كبير تيسع، شوفوا معايا الصالون تبارك الله اللي جا بهذه المساحه الكبيره، اللهم بارك، صالون كبير. هذا هو الصالون ديال الشقه. بارتمون راه باقا ما تفيناتش، خديت لكم فيديو نقربكم شويه من هذا لابارتمون. هذا الصالون، نمشيو من الصالون غادي نمشيو للحمام الرئيسي ديال الشقه. هنا الحمام الرئيسي ديال لابارتمون، هذا الحمام، حمام كبير. نمشيو من الحمام كاين لا شومب بارونتال اللي جات بالبالكون ديالها، هنا البالكون ديال لا شومب بارونتال. كيف ما قلت لكم البحر تقريبا بعيد على هاد لا زون تقريبا شي 10 دقائق على رجليك. شوفوا معايا البحر، هذا البالكون ديال الشقه جات في شارع كبير ديال شومب بارونتال. نمشيو من لا شومب بارونتال غادي نمشيو لا دوزيام شومب. هنا اون دوزيام شومب، لي شومب راه جاو بعاد على بعضياتهم، فارقهم غير الحمام. هنا شومب ديال الوليدات تبارك الله، لي شومب راه كبار كيفما قلت لكم. لابارتمون يلاه كتفينا، خدينا لكم فيديو نقربوكم شويه من هاد الشقه. اون فاس ماكر مكاينش الفيزافي، الناس اللي باغيين شقه ما فيهاش الفيزافي. المهم هذا اون فاس مع هاد لابارتمون راه ا بلس 2، دونك ما كاينش الفيزافي اون فاس معاك، شي راجم ولا شي حاجه مقابلين معاك. هادي لا شومبر ديال الوليدات، غنمشيو من لا شومبر ديال الوليدات كاين لا كويزين ايكيبي. هنا لا كويزين عندها سورتي ديريكتومون للتيراس، التيراس اللي جا كبير تبارك الله. عندك شمس الصباح وعشيه دوفاس بحال الشوكه، بلاصه الثلاجه، بلاصه الفران، لاهوط وبلاصه الفورنو، وعندك ماكينه الصابون على برا، ماكينه الصابون داروا لها بلاصه هي كما تشوفوا بلاصه مغطيه. وكاين كما قلت لكم الموبيل اير بليس دو لو اون فاس معاك، دونك ما كاينش فيزافي اون فاس معاك كما تشوفوا معايا. هذا التيراس راه لابارتمون يلاه كيتفينا، ديت لكم فيديو نقربكم شويه من هاد الشقه. ناس زوينين، هادي هي لابارتمون، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده وسمحوا لينا حيت صورنا لكم هاد لا فيديو باش نقربكم شويه من هاد الشقه. الله يسخر لكم، شكرا على المشاهده.